بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكثير من الأشخاص كبارا كانوا أو صغارا، طلاب علم كانوا أو ناس عاديين، قد يعانون في بعض الأحيان من ضعف في الذاكرة وعدم القدرة على تذكر الأشياء أو الأشخاص. وتعد تقوية الذاكرة التي يسعى إليها الكثير هي علامة من علامات الذكاء. ومن المعروف أن العقل يستطيع القدرة على تخزين 100 بليون معلومة، ولكن في الحقيقة لا يستطيع أن يستخدم سوى 1% منها، وقد تتفاوت القدرات العقلية من شخص إلى آخر. فالكثير منا قد يسأل عن طرق تقوية الذكاء الذاكرة والذكاء والتركيز. اليوم رايحين نعمل مع بعض إن شاء الله مشروب صحي ورائع لتقوية الذاكرة والتركيز وعدم النسيان في آن واحد إن شاء الله. نبدأ بسم الله بالمكونات. نحتاج إلى عصير خيارة بقشرها. أنا قمت بعصر كل نوع لوحده حتى أبين كل المواد. نحتاج إلى عصير جزر بقشرها. نحتاج كذلك إلى عصير البرتقال، وتكون النسب كلها متساوية. ونحتاج إلى عصير التفاح. نمزج، نضرب في الخلاط الكهربائي حبة خيار بقشرها وحبة جزر بقشرها، حبة تفاح بقشرها، مع كأس من عصير البرتقال. كل هذه أنواع العصائر تضرب في الخلاط مع بعض، ونقوم بتحليتها بملعقة كبيرة من دبس التمر أو عسل التمر. إذا كان غير متوفر عسل التمر يمكن الاستغناء عنه وتعويضه بالعسل الأسود أو عسل نحل أصلي. إذا كان غير متوفرين يمكن التحلية بسكر عادي أو سكر أسمر. بالنسبة لطريقة استعمال هذا العصير، الأطفال من 6 سنوات فما فوق تقدمي له نصف كأس صغير بعد الفطور 3 مرات في الأسبوع لمدة شهر كامل. قلت الأطفال من 6 سنوات فما فوق يشرب نصف كأس صغير بعد الفطور 3 مرات في الأسبوع، وذلك لمدة شهر كامل. وبعد مرور شهر كامل يمكن أن يشرب هذا العصير بشكل يومي. بالنسبة للكبار يشرب كأس كبير بعد الغداء بنصف ساعة يوميا، ويمكن شربه باستمرار وبدون خوف، فهو غني جدا بالفيتامينات مضادات الأكسدة والبيتا كاروتان، ومفيد جدا للذاكرة والذكاء والتركيز ولكامل الجسم والبشرة والشعر أيضا. كذلك يمكن شرب عصير الجزر لوحده. عصير جزر يحضر كالآتي: نأخذ 4 حبات من الجزر، نغسله جيدا، نطهيه في لتر من الماء بقشوره لأن أغلب الفيتامينات موجودة في قشر حبة الجزر. بعد طهوه جيدا نضربه في الخلاط ونتركه يبرد. نضيف عليه علبة زبادي بذوق الفاكهة، ثم نعطيه لأبنائنا وبناتنا قبل الامتحان يوميا عند النوم، وإن شاء الله يساعدهم هذا المشروب على التركيز وكذلك عدم النسيان. وفي الأيام المقبلة إن شاء الله راح أعطيكم أعشاب لزيادة الذكاء والذاكرة وعدم النسيان. وبآخر الفيديو إن شاء الله راح أحط معلومات لزيادة
التركيز والحفظ وعدم النسيان بإذن الله تعالى. أتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات في مشوارهم الدراسي والعلمي. وبالأخير أتمنى الاشتراك في القناة، وذلك لدعمي على إعطاء كل ما هو مفيد وجديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.